الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله من مقام إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بك اللهم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخليله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلاة وسلاما عليك دائما منفصلة يا حبيب الرحمن ويا قارئ الرسل الكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فنسافر معي لا يحزنون في ارض مصر من سقائها ومن قتالها ادى الى الدم والدم اذا ما نفت فهو البيت ويتساءل الناس واسال نفسي لماذا هذا الصقام العنيف ولماذا هذا الدم الذي سقط وجدنا ان سيدنا علي رضي الله عنه تقاتل مع معاويه تقاتل معاويه سيدنا علي رضي الله عنه وقاتل ابن الزبير رضي الله عنه وقتل وقاتل سيد شباب الجنه سيدنا الحسين رضي الله عنه في كربلاء لماذا هذا القتل القتل من مرائم صراع سياسي الصدام من وراءه صراع شديد الخطورة على البلاد هو صراع سياسي لا شيء غير هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث طويل سألت ربي ثلاثة فاستجاب سنتين ولم يجبني في واحدة هي ألا تجعل اللهم لا تجعل بأسهم بينهم شيئا لم يستجيب الدولة تبارك وتعالى يا نبي صلى الله عليه وسلم ونظر صلى الله عليه وسلم الى الكعبة وقال والله اني لا اعلم وانك لاشد صحبه على الله ولكن يريد المسلم اعظم واشد حرمه عند الله في مصر قطر نظام المسلم خير من الدنيا ولا فيها السؤال لماذا هذا التحول في فكر من صراع سياسي إلى صراع ديني المنظومة الرؤية وكان الأمر الدعوة إلى تطبيق الشريعة فسألت نفسي مرة من خارج الصندوق بنظرة حيادية ما علاقة الإعلام الدستوري والدستور بالشريعة الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية سؤال نظرت بعمق أكبر فوجدت اختلافا كبيرا في مفهوم النظرة إلى الدستور فوجدت التوجهات الإسلامية تصف أن التصويت على الدستور هو بيت والبعض الآخر يصف أن التصويت على الدستور شرك
وأن القيادة لله وليس للشعب من هذا المنهج. وأيضا باستقرار أكثر نزل عليها في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يسحر بها ويستهزأ بها فلا تقولوا نعم أبدا حتى يكون في الحديث إنهم إذا دعوة الأخوة تقول الدستور ده مرحلين كل ما دعوات تنفض في نظام الدستور والدستور لا علاقة له بالشريعة إلا في مادتين المادة الأولى التي لا خلاف عليها مطلقا بين المسلمين جميعا وبين غير المسلمين أن الشريعة الإسلامية أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المغرب الأقوى لدين وهي موجودة في الدستور 71 الشريعة الإسلامية هي المغرب الأقوى لدين موجودة في التدابير السابقة ولكن هي مادة داخل المواد الباطنة مرة من مقام الإسلام وهذا موجود وهذا الصراع الفكري موجود وبقوه ولكن ما علاقة هذا بتطبيق الشريعة نظرة الأشد غلطا ما نعلم تطبيق الشريعة وما نعلم مدارك الشريعة تطبيق الشريعة هي تطبيق مبادئ الشريعة المبادئ تدخل في الأحكام وتجري فيها أن الشريعة هي أعلى من هذا عندنا الروايات دائرة الأحكام الشرعية الدائرة الثانية دائرة الشريعة الإسلامية الدائرة الثالثة الفقه الإسلامي الدائرة الرابعة دائرة الحضارة الإسلامية الدائرة التي توسعت هي دائرة الإسلام فالمبادئ هي القواعد الكلية التي لا يختلف عليها الناس بين المسلمين يعني ايه تطبيق الشريعة الإسلامية برضه عشان يعني ايه الشريعة الإسلامية؟ هي الشريعة الإسلامية الحدود من قال لماذا لا تفرق ولا ما الشريعة الإسلامية؟ كانت الآن مش مهم الشريعة الإسلامية هي الاعتقاد والرؤية الكلية فتشمل الإيمان بالله وبرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وتشمل الإيمان بيوم الآخر وبالملائكة والنبيين والمرسلين وتشمل الإيمان بالجنة والنار والثواب والعقاب وتشمل السلوك الفردي والاجتماعي والمجتمع والاجتماع وتشمل ايضا طريقه التفكير ومناهج البحث وسلوك التربيه وكيفيه تعامل مع الواحد مكانا وكنده في الشريعه اذا فالحضور هي احدى فروع الشريعه وليس بالشريعة الإسلامية والفروع ليس بمعدن لمفردها فقط بل يندرج معها شيء اسمه التعاديل الحدود والتعاديل ومن فوقهم السياسة الشرعية الذي يراها الحاكم في تسيير
شؤون الأمة وسيادة الرعية إقرار الأحكام الدستورية والبراء والنواب. وبالتالي على هذا الباب كتاب الأحكام الدستورية والشريعة الإسلامية ظلمناها لما حفظناها في الحدود. طب يعني إيه الحدود؟ إيه الحد ده؟ الحدود المنزلة تشتمل على فرضين في التعامل معنا. الشرط الأول هو الاعتقاد اللازم بصلاحية الشريعة وأحكامها والحضور لإصلاح المجتمع ورفع المعتاد، وأنها قائمة لكل زمان ومكان، وأنها لا ليس بها سوى ولا تعدي على أحد، بل هي منزلة من علم الله. الشرط الثاني أن الشرع وضع شروطا يجب أن تتوافر في ملك الحدود حتى تطبق على أرض الواقع، فإن فقدت تلك الشروط فلا تطبق الحدود. فإن تطبق عند قصد هذه الشروط فهو مخالفة لشرع الله. الحدود والشريعة في حدودها لا تتشوه على اللقاء، بل تتشوه إلى السلم. الجزئية الأولى الشرطية فقالت لا كتاب وإيران وماليزيا والسودان بوقت القوانين الحدودية لتطبيقها، فبعد خلاصها أصدرت قانونا بالإيقاف الفعلي لها في أرض الواقع. ليه؟ عملت كده يا إيران، يا باكستان، السودان، يا ماليزيا، عملت كده ليه؟ ما طبقتيش الحدود دي ليه؟ اللي انتوا وضعتوها. قالوا لأن الشروط، شوف الثاني بقى هتكلم عنها، التي يجب ان تتوافر في تلك الحدود غير مطلوبه، فاوقفوا العقل. دليل عمل كذا سيدنا عمر رضي الله عنه في عن الرماد او احد بالصيف لم يعقق او اوقف، لأنه لا يحق لبشر ولا يجوز لبشر أن يعطي أحكام الله أو أن يرضي أحكام الله، لكن أوقف العمل بها. لذا يبنى عمر أوقف العمل بها حد السرقة، لأن حد السرقة ده في شروط ربنا وضعها على المنظمات دائما. سيدنا عمر لقى الشروط دي مش موجودة فأوقف العمل بحد السلم على التوافق كما فعل في الدول بإيقاف التعليم للتطبيق. قالوا لي قالوا ده عصر شبه، ده عصر فتنة، ده عصر ضرورة. قالوا وصل الأمر إلى هذا الحد؟ قالوا نعم. في حالة اسمها عدالة وشبهه، لو احنا ما فيناش الشهود العدول اللي هم زي ما هم موجودين في كتب الفقه لا يجوز العمل على هذه الشهود. ففي القرن التاسع يقول ابن تيميه، يقول الامام السويني في الغيابه وابن حجر في فتح الباري اوقفوها شرط العدالة في شروط السلطان، لأن هذا الشرط أصبح مستحيل الوجود.
لما شهدوا على سيدنا المغيرة فشهد عليه ثلاثة، فجاء الرابع وقال له أتعلم؟ قال سيدنا أبا بكر على من تشهد؟ إنك سوف تشهد على أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فامتاز سيدنا أبا بكر وقال له فجلد وأقام الحج على الشمال، جلد الشمال. الشرع يتشوه دائما، اللي ما هو الفكر عادي الشريعة، الشريعة خلق في الداخل. يعني انت هنا لما تيجي تطالب تطبيق الشريعة من جواك، انت قاعد تطبقها للإصلاح وانا قاعد تطبقها للإنتقام، انا اطبقها للاطلاق وانا اطبقها عشان سبت الدماء والقطع من الاخر، انا اطبقها ليه؟ الشريعه كانت تتشوه للحريه، لا للحي، كانت تتشوه للحكم لا لغير ذلك. رضي الله عنه من هل لما جاء رجل الينا بقصر السلطان رضي الله عنه وقال فليت يا ابا بكر، قال استهد بذكر الله عليه. سيدنا عمر لما جاء اليه رجل ويا اخرى سيدنا عمر فقال له ذلك يا عمر قال استهد بذكر الله عليه. وقيل تهنيه ما كان بذلك جاي من الحبيب صلى الله عليه وسلم ينجي ابرم الحروف بالشبهات، هذه كمان ابرم الحروف عن المسلمين واصطفاهم، ما اصطفاهم فان وجدتم له مخرجا، حديث رواه الناس بن بي والحاكم، فان وجدتم له مخرجا يعني حد حضار مخرج له فخلوا سبيلا فإن الحاكم أن يخبئ في العرض خير من أن يخبئ في الرسول صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله لما جاء إليه سيدنا مالك رضي الله عنه أبو مالك هو هي نفسي فرضي وقال له بنيت يا رسول الله هل أي خير أي رحمة أم نسيب ما لهم؟ واحد يقول لي كده ولا جاني الأمر. أول حاجة أقولها يعني إيه؟ قلت له فاشل زي اللي قدامي يلا نسيب عليه على طول. شوف بقى المدرسة المحمدية صلى الله عليه وسلم. ده أنا بقول النفسية دي اللي بتعرف الصبر. النفسية الصبر نفسية سيدنا عمر، نفسية سيدنا عمر، نفسية سيدنا علي، نفسية سيدنا عثمان، نفسية سيد الحق سيدنا رسول الله، ولا أي نفسية بالضبط. فقال لها لا علمك الفقه ده بينقله على كده ده بينقله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نتعلم حاجة والله لم نتعلم والله إلا بالله ما نعبد سوف نقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وسوف يحاسبنا لأننا سرنا حجابا بين الخلق وبين الأمر. اللهم لا تجعلنا حجابا بين خلقك وبينك يا أرحم الراحمين. سيدنا علي خير قال من يحصل هذا واحتياج هذه الغاية هذا لرجل يحبه الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فالصحابة الثانيين فأضاف سيدنا علي فسيدنا علي من أخذ الغاية وذهب ليفتح الغيبة قال يا علي فأضاف سيدنا علي استضاف فقال لي أن يكفي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلع عليه الشمس. يعني يوم أخذ رايح من القرية للبيئات من ضرائح علي
قلبك ان تهدم الارض الى اله الا الله. هذه الجدال يا عم، مش القصد هو الجدال. لعل اتقصد. قال لا. قال لعلك قصدت. قال لا. قال يا ماء الم يقرا في المقصوده؟ قال نعم يا رسول الله. الجيم على طول. فاستنجدها ويضرج ولدها رواية ولدها. فوالله الذي لا إله غيره الذي نفسي بيده، والله أرحم بعباده من هذه الوالدة والولد. أرحم من في الأرض أرحم من هذه الوالدة. فاستنجدها. هل يسميني مطلق؟ وامر الصحابه كان يقول يقصد بدليل الله ولحم الله تعالى بعض الاشياء. ولا تقتلوا المصيبه. هم بيخشوا علينا الديار يقتلوا النساء ويقتلوا الحال. ولا تقتلوا مثلهم. ولا ما اتم ولا شيخا ولا عالما ولا رسولا. ايه التقييد؟ ايه القلوب؟ وما ارسلناك الا رسولا. في هذه العلاج يخبرني بعقل الله.
انظروا بعيونكم بعد الفلك قلت الكلام ده لحد الفلك الان اقول لكم انظروا بعيونكم الى الايمان هل اصبح السيدات تحت الثياب المصريه ام لا؟ سؤال خرجت السيدات عن الثياب المصريه وكمان ثلاث شهور اربع شهور ست شهور الله اعلم هتشوفوا ده يحصل في النوبه دي حتى يهتم بالنقص هؤلاء يحشدون وهؤلاء يحشدون يحشدون من اجل اظهار القوه والشباه يقول الامريكا انه احنا الطرف الاقوى هتأييدي مين واللي بنخاف في الامريكا عيالي متخذلين بين ثلاثة لا اله الا الله ولا اله الا الله فحسبنا الله ونعم الوكيل نتوب الى الله وحده انه هو الغفور الرحيم اللهم عليك الصلاه والسلام اللهم الحمد لله رب العالمين ونعم العبد ونعم الصالحين ونعم العبد المتقين ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى والنبي المجتبى سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم اورثنا حرفا واسقنا بيده شريفك شربة ماء هنيئة لا نطمع بعدها ابدا ثم اسقنا معه الجنة في غير حساب ولا تابنا مع القاضي ولا عباد اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز والرحم احينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين تغنينا بحلالك عن حرام وبفضلك عنا سواك أين الحق حقا وارزقنا اتباعه وأين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ولي علينا خيارك ولا تولي علينا شرارك استر عوراتك آتنا العمل آتنا في أبيالنا وأسماعنا وأبصارنا كلنا على ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا اللهم كلنا على ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصر لنا ولا تنصر علينا اللهم من يريدنا الإسلام ونحطه لخير ووفقه إلى كل خير ومن يريدنا والإسلام ونحطه لسرور فأنت كيف في حقه وأجمله في نفسه واجعل تدبيره في تدبيره وأهلك كما أهلك عادة وثمود اللهم احفظ أرضنا وديارنا وأميالنا ومقدساتنا اللهم احفظ مصر وأهلك ولي مصر وهواك اللهم احفظ تراب مصر اللهم احفظ مصر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أجل بين قلوبنا ووحد ربنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا غائبا الا حفظته واعتدته اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا ويا غياث المستغيثين اغثنا نتوجه اليك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا وقلبك أو استعطرت به في علم غير علمك أن تكشف الغنة وأن ترحل الغنة اللهم اكشف الغنة وارحم
الرحمة. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. أنت حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.